في الظروف اللي رانا فيها، فيها عدوى، فيها انتشار لهذا الوباء، تولي كي تحب تكرم الشخص تروح تزوره ولا بالعكس، يعني حتى لا تؤذيه وحتى لا يؤذيك. احنا قلنا باللي أن هناك وسائل التواصل الحمد لله اللي ربما تسعفنا في هذا الظرف الاستثنائي، إنسان يتواصل بالهاتف، حتى إذا كان وصل الإنسان يوصل من بعيد، يخلي هذيك المسافة تاع متر ونص، السلام عليكم، وعليكم السلام، صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، ربي يتقبل منا ومنكم، ولكن نخليوا هذيك المسافة مسافة تاع التباعد الاجتماعي.